وحزن شديدان اعترى أهالي البصرة بعد مقتل الشاب هشام محمد الخزعلي على يد قوات الأمن الحكومية في المدينة. تحت التعذيب في مديرية مكافحة جرائم البصرة فارق هشام الحياة بداعي تشابه الأسماء، ليظل أهله مذهولين مما حدث لابنهم. لا ما عندي لا أسوي فاتحة ولا أسوي شادر ولا كل شيء أسوي. عمر 35 سنة تأخذ من الشارع تكتله وتطيني إياه بطانية، تطيني إياه بطانية صايرة دائرة. الله يرضى محمد وكم عدي اليهود ما صايرة، عدي اليهود ما صايرة. بعد عليهم تحشون على اليهود على إسرائيل، عليهم تحشون. تأخذ زلمة حيد صاحب أطفال، أربع أطفال الله أكبر، يتيم رايح على باب الله يشتغل، تجيبه تاخذه من السيطرة تعدمه وتطيني اياه بطانية تقول لي فراج ما بي شيء، ومنزله من الرابع طابق الرابع ميت. وكم الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم. ليتبين بعد ذلك ان هشام الخزعلي بريء من التهم الموجهة اليه، لكن بعد فوات الاوان فاطفاله باتوا ايتاما. مناشدة الوزير الداخلية. بس اختلاف الاسم موزون بوي بالتعديل. تخبط الجهات الأمنية في البصرة كان حاضرا وبوضوح، فبعد رواية تشابه الأسماء صرحت مديرية شرطة البصرة قائلة إن الضحية مطلوب بجريمة قتل بقرار قضائي وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وتم الإفراج عنه بعد تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق، لكنه لم يسلم على قيد الحياة بل جثة هامدة.